بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 178. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، على فضله وإحسانه أوصى بحق الوالدين والأقربين وما ملكت الأيمان تأكيدا له ورحمة بعباده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في موضوع النفقات التي تجب على الإنسان، ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن نفقة الأقارب والمماليك. والمراد هنا بالأقارب كل من يرثه الإنسان بفرض أو تعصيب، والمراد بالمماليك ما تحت ملك الإنسان من الأرقاء والبهائم. ويشترط لوجوب الإنفاق على القريب إذا كان والدا للمنفق كأبويه وأجداده وإن علوا وأولاده وإن نزلوا، أن يكون المنفق عليه منهم فقيرا لا يملك شيئا أو لا يملك ما يكفيه ولا يقدر على التكسب، وأن يكون المنفق غنيا عنده ما يفضل عن قوته وقوت زوجته ومملوكه، وأن يكون كلا من المنفق والمنفق عليه على دين واحد. وإن كان المنفق عليه من غير أولاد المنفق وآبائه اشترط زيادة على ذلك كون المنفق وارثا للمنفق عليه. والدليل على وجوب نفقة الوالدين على ولدهما قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، ومن الإحسان الإنفاق عليهما، فلذلك من أعظم الإحسان إلى الوالدين. والدليل على وجوب نفقة الأولاد على أبيهم قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي وعلى المولود له وهو الأب رزقهن، أي طعام الوالدات، وكسوتهن أي لباسهن بالمعروف، أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن على قدر الميسرة من غير إسراف ولا إقتار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والدليل على وجوب نفقة القريب الذي يرثه المنفق بفرض أو تعصيب قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، لأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال المورث من سائر الناس، فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دون غيره ممن لا يرث. وفي هذه الآية وهي قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، أي على وارث الولد غير والده الذي يكون بحيث لو مات هذا الولد وله مال ورثه من الإنفاق على الطفل مثل ما على والده في ذلك. وقد قال تعالى وآت ذا القربى حقه، وغير ذلك من الأحاديث الدالة على وجوب نفقة الأقارب المحتاجين على قريبهم الغني. وروى أبو داود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك. والنسائي وصححه الحاكم من حديث طارق المحاربي وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. وهذا الحديث يفسر قوله تعالى وآت ذا القربى حقه، والوالد تجب عليه نفقة ولده كاملة ينفرد بها لا يشاركه في القيام بها غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. دل هذا الحديث الشريف على انفراد الأب بنفقة ابنه مع قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فأوجب على الأب نفقة الرضاع دون أمه. أما الفقير الذي له أقارب أغنياء وليس منهم الأب فإنهم يشتركون في الإنفاق عليه كل بقدر إرثه منه، لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله وعلى الوارث مثل ذلك، فوجب أن يترتب مقدار النفقة على مقدار الإرث. فمن له جدة موسرة وأخ شقيق موسر مثلا، فإنه يجب على الجدة سدس نفقته والباقي يكون على الشقيق لأنهما يرثانه كذلك، وعلى هذا فقس. وأما نفقة المماليك من الأرقاء والبهائم فإنه يجب على السيد نفقة رقيقه من قوت وكسوة وسكنى بالمعروف،
لقوله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. رواه الشافعي في مسنده ورواه مسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، مع قوله تعالى: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. ففي هذه النصوص دليل على وجوب نفقة الرقيق على مالكه، وإن طلب الرقيق نكاحا زوجه سيده أو باعه، لقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، والأمر يقتضي الوجوب عند الطلب. وإن طلبته أمة خير سيدها بين وطئها أو تزويجها أو بيعها إزالة للضرر عنها. ويجب على من يملك بهيمة علفها وسقيها وما يصلحها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. دل هذا الحديث على وجوب النفقة على الحيوان المملوك، لأن السبب في دخول تلك المرأة النار هو ترك الهرة بدون إنفاق، وإذا كان هذا في الهرة فغيرها من الحيوانات التي تحت ملكه من باب أولى. ولا يجوز لمالك البهيمة أن يحملها ما تعجز عنه، لأن ذلك تعذيب لها، ولا يجوز له أن يحلب من لبنها ما يضر ولدها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ويحرم عليه لعن البهيمة وضربها في وجهها ووسمها فيه. فإن عجز مالك البهيمة عن الإنفاق عليها أجبر على بيعها أو تأجيرها أو ذبحها إن كانت مما يؤكل، لأن بقاءها في ملكه مع عدم الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته. هذا وبالله التوفيق، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.